وهل الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية صحيح؟ يقول لك طبعا. وكذلك رواه سيدنا معاوية، ورواه عمرو بن العاص، ورواه عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أبو سعيد الخدري وأم سلمة وابن عباس صح وغيرهم. يعني أنا لا تمام أختلف بالضبط. في ونفس ثبوت نفس هذه هذا الرواية. على مبنى إخواننا السلفية الوهابية بأنه إذا كان الحديث صحيح فهو حجة يعني، فهو حجة بعد، نعم جيد. حتى هو عندهم حجة حتى في العقيدة. هل معاوية طبقاً لهذا الحديث داعية إلى النار؟ لا، الحديث يقول صراحة يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذه يعني الفئة الباغية بصفتها فئة باغية. الآن يستحيل عقلاً أن تكون فئة باغية تدعو إلى النار ولا يكون رأسها والذي جمعها ورفع لواءها ولا يكون هو داعي إلى النار. هذا كلام غير منطقي وغير معقول. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، أي جعلناهم أئمة أي قادة يأتم الذين ضلوا بهم، فيكونون قائدين لهم إلى النار حيث يتبعونهم على ضلالهم ويجعلونهم قادة في هذا الشر والضلال. أدعو فضيلة الدكتور العروري أن يرجع إلى القرآن الكريم عندما يتحدث يدعون إلى النار، من هم هؤلاء؟ نجد أن القرآن الكريم يصف هؤلاء بأنهم مخالفون للدين، معارضون للأنبياء، محرفون لكلمة.